السلام عليكم. كتير بتقابلنا مشاكل في الريموت كنترول بتاع تلفزيون او ريسيفر واي جهاز، ويبقى الريموت الاصلي ساعات بيبقى غالي جدا. الفكره كلها التاتش او بتاع الزراير ده، هنشوف ازاي الزرار بيوصل لجوه عشان يضغط على البورد، ايه اللي ممكن يحصل عشان يعمل فيه مشكله بعد كده او ياثر على ادائه، ونشوف ازاي نقدر نصلح ده ان شاء الله. لو الريموت فيه مشكله ومش شغال، التاتش بتاعه مش شغال، هنضطر بس نفتحه الاول. في ريموت ممكن لو فتحت البطاريات هنا وشلت البطاريات هتلاقي فيه مسمار تفكه عشان تفتح ريموت، او تفكه يتفتح عن بعضه. لكن ريموت زي ده مثلا ما فيهوش الكلام ده، بيبقى داخل كبسة على طول، ممكن تفتحه لما تجيب حاجة حادة من الجروف ده بتدخل جوه وتعديها لغاية ما تطق تطلع دي. انا كنت فاتحه قبل كده، فهنفتح على طول نبص فيه. اي ريموت كنترول من جوه هتلاقي فيه بورد زي دي، وفي الكونكتورز دي او الوصلات اللي على البوردة، اللي المفروض ان ايه اللي بيحصل بالظبط، ان الريموت لما تدوس عليه، لما بيضغط عليها من الناحية التانية من هنا، فهي بتطلع الجزء الاسود ده بيضغط على جزء من دول فبيلمس. هو مجرد الاسود ده مجرد اداة للتوصيل ما بين البينز اللي شايفينها دي او الكونكتورز اللي شايفينها دي، المطبوعة، النحاس المطبوع على البوردة ده. لدرجة انك لو جبت اي حاجة موصلة ولمستها، خليتها تلمس في دول ولمست دول لبعض اللي جنب بعض دول، هتلاقي ريموت استجاب وفعلا غير القناة مثلا. فالخلاصة ان بيبقى فيه مشكلة في نظافة البورد او في امكانية توصيل الاسود ده مع الوقت، ما بقاش ليه قدرة عالية على التوصيل. فاول حاجة بنعملها كتجربة ان احنا نمسح البورد بمنديل، ممكن نضيف سبراي سريع جدا من السبرايز بتاعت التنظيف الالكترونيس WD-40 والQ20 والحاجات دي، وبنفك الحتة دي وبتتغسل بالكامل وتتنظف كويس تحت المية حتى ممكن لغاية لما تنشف وترجع تاني تركب. لو لسه في مشكلة في التوصيل، يبقى الاسود ده زي ما قلنا اتمسح منه جزء كبير، فهنضطر نعمل حل زي اللي عاملينه هنا. باختصار شديد جدا، ممكن نجيب ورقة فويل صغيرة من بتاعة المطبخ وتتقطع اجزاء صغيرة جدا زي دي مثلا، ونبقى مجهزينها على جنب. ده عاملينه في كل الريموت، بس عندنا جزء واحد فيه زرار فيه مشكلة دلوقتي، ممكن نجرب فيه دلوقتي هنعمل ده ازاي. ممكن اي لزق سريع قوي زي امير مثلا او سوبر جلو والحاجات دي كلها، نقطة صغيرة جدا على الاسود اللي في ظهر الزرار. ممكن ناخد جزء صغير من الفويل ده، يبقى مفروض كويس اهو، وننزله عليه بالراحة بماسك زي ده. احنا كده سيبناه مكانه، هنسيبه بس ينشف، وفي الاخر هيبقى كله عليه كونكتورز زي دول. انا اخترت الزراير اللي كان فيها مشاكل، جربتها وعملت بالفعل ده، دول بقالهم فترة كبيرة معمولين، وده اتعمل جديد بنثبته مع بعض النهاردة. وبعد ما ينشف خلاص ابقى جاهز ان انا ارجع اجمعه او اقفله تاني مع الجهاز ده. خد بالك لو نظفت البورد دي باي سائل او سبراي خفيف، مهم تمسحه بسرعه جدا بمنديل ناشف وتجففه تماما وتسيبه يتهوى، عشان ما يبقاش فيه اي رطوبه بعد كده لما تقفل الجهاز على بعضه ويشتغل كويس معاك ان شاء الله. المفروض انه نشف دلوقتي، وعايز اتمم قبل ما اقفل، اتمم على الجزء السيليكون ده ان هو ثابت صح وطالع الزراير مظبوطه من هنا، ما يبقاش مثلا في حته عامله كده وانا مش واخد بالي وهي طالعه من جوه بالشكل ده. لا، اضغط عليها اظبط الزراير دي اهي، طلعت في الاماكن الصح بتاعتها عشان اقدر اقفل، يبقى مظبوط كل الزراير مكانها. وبعدين بجمعه مع الجزء في الاتجاه الصح بتاعه طبعا، مع الجزء التاني اللي عليه البورده، واضغطه بيعمل تكه كده. هو جاهز ان شاء الله للتجربة. حتى كتجربة شخصية كويس انك تقدر تصلح الحاجة اللي معاك بدل ما تشتري دايما جديد. سلام عليكم.